طيب ايه الحاجه، اشهر حاجات بتعمل مالتي فوكال او ديفيوز ميلانوتيك بيجمنتيشن؟ دي حاجات كلنا بقى عارفينها. قال لك اول نوع اللي هو الفيزيولوجيك او الريشيال بيجمنتيشن. يعني ايه ريشيال؟ يعني له دعوه بالريس، اللي هو ايه، اللي هو العرق. يعني زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق دي، في ناس بشرتها غامقه قوي، في ناس بشرتها اخف شويه لونها افتح شويه، في ناس بشرتها فاتحه فافتح، وهكذا حسب لون البشره. يعني مستحيل الجسم كله يكون لونه غامق قوي والاورال ميوكوزا الميلانوسايتس اللي جوه ما بتشتغلش خالص. يعني عشان كده بنسميها دي فيزيولوجيك بيجمنتيشن، دي حاجه طبيعيه جدا البني ادم بيبقى مولود بيها. يعني بتظهر في التشايلد هود وبتظهر زي ما احنا شايفين كده، يا اما حاجه ديفيوز يا اما بتبقى مالتي فوكال، لونها بيبقى زي لون الجلد كده، يا اما براون يا اما دارك براون يعني، وبتبقى ماكيول يعني بقعه مش اعلى من السيرفس. وزي ما اتفقنا البني ادم بيتولد بيها، زي ما بيتولد ببشره لونها غامقه يبقى هو بيتولد برضو باورال ميوكوزا فيها بيجمنتيشن. ده يدينا انديكيشن بعد كده للحاجات اللي هتيجي بعد كده، انه اي حاجه هتظهر في الادلت هود ساعتها ما ينفعش بقى نقول عليها فيزيولوجيك بيجمنتيشن، ساعتها بقى محتاجين نعمل انفستيجيشن ايه اللي ظاهر ده. طيب يبقى اول نوع هو الفيزيولوجيك او الريشيال بيجمنتيشن. تاني حاجة احنا برضو بنشوفها كتير قوي السموكرز بيجمنتيشن. يعني ايه سموكرز؟ يعني بني ادم بيدخن، فبالتالي النيكوتين ده بيضايق الميوكوزا بتطلع ميلانوزس، بيبقى اكتر في البيشنتس الدارك سكيند. طيب احنا في الصورة دي محتاجين نركز في حاجة، محتاجين نركز ان الصورة دي فيها ابيض وتحتها فيها لون غامق، فيها لون بيجمنتيشن. الابيض ده ليه؟ علشان احنا خدنا في الوايت ليجنز ان في حاجة اسمها سموكرز كيراتوزز. تمام، يبقى انت في البيشنت السموكر ممكن تشوف فيه كيراتوزز وممكن تشوف فيه ميلانوزز، ممكن تشوفهم هما الاثنين مع بعض. طيب يبقى احنا هنا قلنا ده سموكرز ميلانوزز، بني ادم اللي بيدخن طبيعي الميلانوزز بتاعه هيبقى باي لاترال، لانه ده الدخان بيدخل في الاورال كافيتي، بيحب يجي قوي في الباكل ميوكوزا ومش مقلق كميلانوزز مش كيراتوزز. الميلانوزز السموكرز ميلانوزز مش مقلق ان هو ممكن يتقلب بريمالجنت او حاجه، احنا ما بنخافش منه. تمام، يبقى احنا دلوقتي قلنا اول عنوانين تحت الديفيوز ميلانوتيك بيجمنتيشن، فيزيولوجيك بيجمنتيشن وسموكرز ميلانوز. طيب تالت حاجه برضو كومن شويه انها تتشاف او محتاجين نفكر فيها لو بيشنت ابتدى يشتكي من ميلانوزز او ابتدينا نشوف ميلانوزز، هي الدراج انديوسد ميلانوزز. ايه الحكايه؟ البيشنت بياخد دواء، الدواء ده بيأثر على الميلانوسايتس بطريقه معينه تخلي الاكتيفيتي بتاعتها تزيد، فهنلاقي فيه بيجمنتيشن. طبيعي الدراج ده هيبقى ليه تاثير انترا اند اكسترا اورال، وطبيعي التاثير ده هيبقى ديفيوز، يا اما هيبقى مالتي فوكال زي الصوره دي يعني بقع كتير منفصله، يا اما هتبقى واحده كبيره واحده ديفيوز وبتحب قوي البالت زي ما احنا شايفين برضو في الصوره دي. طيب ايه الادويه اللي ممكن تعمل الكلام ده؟ قال لك اشهر حاجات الانتي مالاريالز اللي بياخدوها علشان الاوتو ايميون ديزيزز والاورال كونتراسبشنز. و يعني لو جت فرصه بعد كده ان انتوا تاخدوا بقى معلومه انه البيشنتس الفيميلز لما بتبقى بريجننت الهرمونز بتاعتها ممكن تخلي يظهر ويظهر عندها حاجه بنسميها ميلازما او كلوازما. تمام، يا ميلازما يا كلوازما، دول اللي احنا بنسميهم ماسك اوف بريجننسي. يعني ايه؟ يعني بيظهر بيجمنتيشن على وشها كله كانها حاطه ماسك. تمام، عامله ماسك يعني تجميلي يعني، بس هو بيبقى لون غامق بيجمنتيشنز على وشها كله، وده بنسميه الميلازما او الكلوازما، وده بيبقى ريليتد يا اما للبريجننسي يا اما للكونتراسبتيفز اللي هي بتاخدها، لانه الكونتراسبتيفز بتحاكي الهرمونز بتاعت البريجننسي شويه. طيب الحل ايه؟ الحل والله احنا ما دام عرفنا وصلنا للتشخيص ان دي دراج انديوسد وان الادويه هي السبب، يبقى نغير الدواء. اي حاجه دراج انديوسد لو غيرت الدواء واستنيت فتره تاثير الدواء ده هيروح، فبرضو احنا محتاجين نوقف الدواء ونستنى شويه شويه، دي ممكن توصل لشهور لحد ما تاثير البيجمنتيشن ده يروح. طيب احنا فين؟ احنا قسمنا البيجمنتيشن عنوانين كبار، ميلانوتيك بيجمنتيشن ونون ميلانوتيك بيجمنتيشن. والميلانوتيك بيجمنتيشن قسمناهم عنوانين برضو كبار حسب الكلينيكال بيكتشر، يا اما ديفيوز يا اما فوكال. والديفيوز قلنا لحد دلوقتي تحتيه ثلاث عناوين اللي هم الريشيال بيجمنتيشن والسموكرز ميلانوزز والدراج انديوسد ميلانوزز.